السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس المشتركة معانا ومنورانا على قنواتنا على اليوتيوب، أحلى مسا عليكم، كل سنة وأنتم طيبين، على أحلى ناس متابعينا على قنواتنا. طبعا يا جماعة اللي قدامكم ده في الفيديو دي كاميرا على غيط الحمام أو على المكان اللي فيه الحمام، تمام؟ بقالي فترة كل يومين نلاقي حمامة ميتة، حمامة متقطعة في الأرض، حمامة مدبوحة زي المدبوحة بالظبط، حمامة متاكل نصها، حاجات زي كده كتير. طبعا لما لقيت كده في ناس بقى بتقول فار، وفي ناس بتقول حنش، وفي ناس بتقول كذا، وفي ناس بتقول كذا، والكلام ده كله. لما لقيت كده قررت امبارح بالليل ان انا في الليل خالص احط كاميرا، تمام؟ بس انا كنت شاكك في صقر مثلا، قلت احط كاميرا عشان اعرف ايه اللي بيخش الغية وبينزل وكلام من ده. تعالوا كده هنجري الكاميرا شوية. طبعا كده انا حطيت بعد الكاميرا ما اتحطت، والنهار بدأ يطلع النهاردة، تعالوا هنشوف بعد الكاميرا ما اتحطت ايه اللي دخل الغية، تمام؟ وبدأ ان هو طبعا بدأ ان هو داخل يدور على الحمام وعايز ياخد منه، تمام؟ طبعا لحظة كده علشان انا مش عايز نجري، عشان طبعا يعني المشهد ما يضحش. طبعا دي كاميرا اهي، والغية كلها جاية من الكاميرا، في الكاميرا طبعا انا حطيتها بناء عن عرق خشب طويل اعلى من الغية، واهم حاجة عندي كنت نصور مدخل الغية، يعني الحتة اللي فوق المربعة نشوف ايه اللي بيخش والحاجات دي كلها. دلوقتي هنحاول ان احنا نجري شوية. طبعا يا جماعة اهو ده، لو قربنا كده ده غراب، تمام؟ هو اللي منتهز الفرصة كل يوم وبيجي يعمل الغلط معانا، تمام؟ بس طلع حظه على فكرة. تعالوا بقى احنا عاملين الصوب كده للكاميرا، تعالوا نشغل ونشوف هيعمل ايه، تمام؟ او في ناس طبعا قالت هو كده داخل يدور اهو، بيدور بقى على رزقه، عايز يعمل استباحة، ابن الجزمة عايز يعمل استباحة اهو. لو داخل وعارف الغية، يعني الراجل بيلف كل يوم، يعني رايح شغله، هو كده رايح الشغل الصبح اهو. طبعا انا كده هنشد الشبكة، شديت الشبكة كده اول ما شفته. للأسف بقى يا جماعة ان المكان اللي مفتوح في جنب الشبكة ده ما كنتش انا مظبطه لسه، طلع منه. نلاحظ كده، لاحظوا كده، طبعا الشبكة دي اول مرة نشغلها، ما كانتش شغالة اهو. طلع كده، تمام؟ عبال ما انا دخلت طبعا ما لقيتهوش، طبعا كده اهو انا ومسعود دخلنا بندور مش لاقيينه، احنا ما شفناش بقى من بره هو طلع ولا لا، تمام؟ بس هو طبعا دخل يمسكه، طبعا دخلنا ندور مش لاقيينه، تمام؟ كده مسعود عرف طبعا وعرفنا هو بيطلع منين. طبعا بعديها مباشرة ابتديت بقى ان انا نجيب حاجات اهي نعملها في الجناب، علشان بعد كده لو دخل تاني يبقى من رزقه، يعني على فكرة من حظ الغراب ده. طبعا ده يوسف معايا كده، خلاص احنا ظبطنا الغية، والغية كده جاهزة على كده بإذن الله وبمشيئة ربنا، إن لو في أي حاجة طبعا زياد في الغية أهو دلوقتي، ده مباشرة دلوقتي، تمام؟ طبعا ظبطنا بقى الخشب ده على أساس إن لو قفلنا الشبكة مفيش أي حاجة تعرف تطلع، بس والله ما أنا سايبه، يعني أنا هنتن وراه، هنتن وراه. في الآخر نقول لكم تحياتي لكم يا جماعة،
وفكرة جميلة برضو ان احنا نعمل كاميرا علشان نشوف ونتابع الغية والحمام والحاجات دي كلها من بعيد، ونعرف ايه اللي بيخش وايه اللي بيطلع والكلام ده كله. في الاخر نقول لكم تحياتي ليكم، كل سنة وانتم طيبين واحلى صباح عليكم.